المظاهرات في بداية الحرب أثرت على الحرب. وين المظاهرات تبع المغرب والعراق وألمانيا وبريطانيا؟ حتى بريطانيا كانوا كل جمعة يطلعوا بالملايين. شو صار فيهم؟ أين الزحف؟ وين الشعوب العربية اللي بدها تزحف؟ وين شو اسمهم شاحنات الجحش الشعبي اللي بدهم يقتحموا حدود الأردن؟ طيب هذه لو سمحت لي لو سمحت دكتور إيدي، التزم بأداب الحوار وسمي الأسماء بمسمياتها. لم أسألك أنا لو سمحت لي يا دكتور إيدي. لا يا دكتور سمحنا، يعني أنا دائما بكتب يعني إذا كان الدكتور نزار سيتحدث أيضا بألفاظ سيئة عن الجيش الإسرائيلي أنت لا تقبل ذلك. لو سمحت لي دكتور إيدي. لا 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 أنا لا 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 يا دكتور يا دكتور لا أريد أن أبدأ. أنا لا أريد، لو سمحت لي استمع علي استمع علي، أنا لا أريد أن أبدأ الحلقة، لا أريد أن أبدأ الحلقة باشتباك. أنا لم أسألك، أنا لم أسألك، لم أسألك. طيب أجبني على سؤال. لم أسألك عن العرب، لم أسألك عن العرب، أنا سألتك عن الأمريكيين. شو الفرق يعني؟ شو الفرق؟ فرق كبير يا دكتور. الأمريكان وين؟ البريطانيين والكنديين وبفرنسا. شوف هذه سيدي العزيز، هذه هي مظاهرات مدعومة ماليا من الإرهاب القطري، دولة قطر كمان. هيدي اللي ممنوع تقولها، قطر دولة بالنسبة للإسرائيليين. يعني غريب غريب يا دكتور إيدي، يعني دولة قطر إرهابية ويذهب الموساد إلى الدوحة لإجراء مفاوضات، يعني غريب هذا المنطقة الذي تتحدث به. يا أخي يا سيد العزيز، أنت جبت لحتى أقول لك آخر المستجدات في الشارع الإسرائيلي، وبعد كلام خطاب النائب اللي اسمه عيسى بن أحمد الناصر، هذا قال كلمته في جامعة الدول العربية وشتم اليهود وهدد بإبادة اليهود. منذ ذلك اليوم الشعب الإسرائيلي كله من كل أطيافه ضد قطر، ويتهم قطر بإنها تحرض ضد إسرائيل. طيب حتى أخذ الرد، يعني هذه المظاهرات لا قيمة لها من وجهة نظرك، هكذا أفهم منك. هذه خلينا بلخص لك إياها بنص جملة، مظاهرات عابرة مدعومة ماليا. نعم. وإن شاء الله يعني بعد كم أسبوع حنشوفها مثل المظاهرات تبع كندا وأستراليا. طيب دعني أخذ الرد. يا أستاذ نزار، هذه مظاهرات زوبعة في فنجان، يعني يتم اللعب على مشاعر الطلبة على ما يجري في هذا السياق، والحكومات في هذه البلدان بعيدة كل البعد عن دعم فلسطين، لا بل أنها تدعم الآلة العسكرية الإسرائيلية. نعم، أهلا وسهلا. طبعا ضيفك لا يعرف تاريخ الجامعات وتاريخ القوى والنخب القوية عندما تغير في مسار الدول. طبعا ضيفك من دولة محتلة جديدة العهد منتصبة على أنقاض دولة أخرى لا يعرف تاريخ الجامعات. وماذا تصنع النخب سيدي الكريم؟ هذه المظاهرات التي تغزو الجامعات الأمريكية الآن وتغزو الجامعات الغربية الآن الفرنسية والألمانية هي بداية رحلة قطع الحبل السريري بين الداعم الرسمي للكيان الصهيوني الغاصب وهي الإدارة الأمريكية والسياسة الأمريكية، وتأتي في ظرف ظرف انتخابي حرج للأمريكان والغرب. أنا أرد على سؤالك وأرد على مضمون الحلقة، كم من جامعة هي التي تنتج الأفكار والمعادلة الصعبة وتقلب؟ ولك في التاريخ شواهد، فقط لديك الثورة الفرنسية التي خرجت في بلد له تاريخ، طبعا فرنسا ليس كدولة إسرائيل الغاصبة الكيان الذي يحتل، والذي إيدي كوين طبعا انطلق مباشرة في شتم العرب ونسى أن يشتم القوى التي تحتل وتقتل. ولكن أنا سأقول لك سيدي، هذه القوى اليوم هي التي ستصنع التغيير في السياسات الغربية والأمريكية. قوة ضغط يا أستاذ نزار، كيف لو سمحت لي يعني كيف يعني هل ستوقف هذه الحكومات الدعم لإسرائيل؟ يعني هل أثرت هذه الحرب أو هذه الاحتجاجات على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟ يعني أمريكا منذ زمن وهي تدعم إسرائيل وتمدها بالسلاح. يعني إيدي قال ذلك. نعم. الدكتور إيدي قال ذلك. سيد محمد، طوفان السابع من أكتوبر ليس فقط عملية
نوعية بسيطة مرت مرور الكرام، بل هي رجع صدى اجتماعي سياسي اقتصادي ايديولوجي، والآن تبنى ما يسمى بالمسؤولية الجديدة الايديولوجية والسياسية في هذا العالم. الآن الحراك لا يقف، تعود القضية الفلسطينية بقوة، ويعود فكرة الاستقلال بقوة، وتعيد فكرة أن الضعفاء يستطيعون الانتفاض. نحن لا نقول بأن هذه المظاهرات غدا ستجعل من بايدن أن لا يمضي ولا مليم يدخل إلى الكيان الصهيوني، ولكن نقول بأن هذه المظاهرات هي جزء من الانتفاضة الحقيقية لدافعي الضرائب وللقوة الحية التي ستصنع الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية ليست مصنوعة من مواطنين عاديين، بل مصنوعة من طلبة يتخرجون من المعاهد العليا. الإدارة الأمريكية والاقتصاد الأمريكي والدولة العميقة يا دكتور يا أستاذ نزار، لو سمحت لي، لكن لو سمحت لي، يعني هناك كثير من الأحاديث حول 7 أكتوبر، والبعض يقول بأن 7 أكتوبر لم يقدم إلا أنه يعني ضحى ب35,000 فلسطيني ما بين قتيل وجريح لغاية اللحظة. يعني هناك أسئلة كثيرة حول 7 أكتوبر. سيد محمد، 7 أكتوبر له القابلية بأن يدفع 100,000 و150,000 آخرون من أجل الحرية، لأن الحريات لا تعطى بالمجان. الجزائر قدمت 1.5 مليون شهيد، تونس قدمت 700,000 شهيد من أجل الاستقلال. عندما نكون في زمن فيه الخيانات والعدوات، وفيه المستعمر، وفيه الكيانات الخبيثة مثل الكيان الإسرائيلي الصهيوني الغاشم، فإن ثمن الحرية يدفع بلا أي مقابل. طيب، هذه حرية سيدي، هذا الشعب يطمح إلى حرية، هذا الشعب لا يريد أن يأخذ الأرض على غير ملكه، ولكن هؤلاء يقتصبون أرض، فما بالك ب37,000 وهم على استعداد. المرأة الغزوية ما زالت في رحمها كثيرا لتعطي هذه المقاومة الحية الصادقة. الرجل الغزاوي والشاب وصلت الغزاوي ما زال هنا يعيد كويت، وسيوريكم ليالي أسيرة أبو سلطان صغيرة. لو سمحت لي دكتور إيدي، أنتم كيان غاصب محتل غاشم في هذه المنطقة، وما جرى في 7 أكتوبر لم يكن إلا بحر أو نقطة في بحر ما فعلتموه سابقا في التاريخ. يعني هو عم يشتم وما ما قلت له شيء حضرتك، يعني هذول كمان شتائم، يمكن بالنسبة لك مش شتائم، لكن خلص معلش أنا ما مش حافتح هذا الموضوع. نزورة ناظر نزار يا دكتور إيدي، يعني أنت يعني أنت 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 يا دكتور إيدي، دكتور إيدي يعني أنت الآن غضبت لأنه قال كيان غاشم وغاصب ومحتل. هناك دبلوماسيون في الأمم المتحدة قالوا ذلك يا دكتور إيدي، لكن لم يقل لم يقل أحد الكلمة التي قلتها أنت في الأمم المتحدة أو في أروقة دبلوماسية. يا دكتور إيدي لو سمحت لنا، يعني دعنا نكمل هذا النقاش، أعطني أفكار لو سمحت لي. ضيفك موجود بباريس مضبوط، ويهلل ويمجد الإرهاب، هذه يعني هذه أول شيء يمكن نعمل له مساءلة قانونية، ما يفكر حاله موجود في هو يلا روح اعمل لي مساءله قانونيه انت ومين يا استاذ نزار بلا مقاطعه. يا استاذ نزار لو سمحت، لو سمحت لي استاذ نزار، لو سمحت استاذ نزار، استاذ نزار، استاذ نزار، لو استاذ نزار لو سمحت لي، لو سمحت يا استاذ نزار، يا استاذ نزار، يا استاذ نزار، لا لا لو سمحت، لو سمحت، لو سمحتما، يعني هذا لو سمحتما يا دكتور، يا استاذ نزار ودكتور إيدي التهديد، يا لو سمحت لي يا استاذ نزار استمع الي، يا استاذ نزار استمع الي لو سمحت لي، استمع الي ودكتور إيدي، التهديد غير مقبول على الهواء، لو سمحتما ان تلتزم باداب الحوار لكلا الطرفين يا دكتور إيدي. لا التهديد اهدده بالقانون، طيب التهديد لو سمحت، اوكي يا دكتور إيدي، يا دكتور إيدي تنتهي الحلقه، تنتهي الحلقه، تنتهي الحلقة، اتصل على نزار وهدده بعد الحلقة، لا تهدده أثناء الحلقة لو سمحت. هذه جريمة. طيب حدثني، نعود إلى الجامعات، نعود إلى الجامعات، الجامعات ستقسم ظهر البعير، الجامعات أحرجت إسرائيل يا دكتور إيدي، في الجامعات أحرجت إسرائيل في أوروبا وفي أمريكا. الآن هناك من يقول إن هذا الحراك سيقسم ظهر إسرائيل لأنه لم يكن متوقعا وليس مخططا. أستاذي العزيز، قبل أسبوع بعد ما جف الحبر على ورق، أمريكا ساعدتنا ب 14 مليار دولار، يعني هذا مبلغ طائل، يعني بعد 3-4 أشهر هذا، يعني هذا المبلغ على الأقل لازم يكون معنا سنة 6 أشهر ما بعرف قديش. هذا أولا. ثانيا،
كل هذه المظاهرات الغوغائية يدعون، أنا سمعتهم يريدون قتل اليهود يا دكتور. إذا كانت مظاهرات غوغائية، لماذا يتم فض هذه الاعتصامات؟ لماذا يتم محاربة هذه الاعتصامات؟ لماذا يتم الحديث بأن هذه الاعتصامات تهدد الأمن في هذه البلاد؟ لماذا كل هذا الخوف والرجفة من هذه التظاهرات؟ لعلك ليش هذا الأمريكان فهموا أنه هذه مظاهرات داعمة للإرهاب، عندما يمنعون من اليهود، أن اليهود الأمريكان ما خصهم بإسرائيل ولا غزة ولا بيعرفوا شو يعني غزة، شو خصوا اليهود الأمريكاني؟ لماذا تتعدون على الأمريكان؟ هذه ليست بطولة، هذا رجعنا لأيام اضطهاد اليهود في الدول العربية وفي ألمانيا كمان، مش بس في ألمانيا، تم اضطهاد الدول العربية في لبنان، في الجزائر، في سوريا، في مصر، في العراق، في ليبيا. يا دكتور إيدي، عندما كان الأمريكي يخرج ويدعم الإسرائيلي في حربه على غزة كنتم تهللون وتطبلون وترقصون، الآن عندما يدعم الأمريكي أو اليهودي الأمريكي الفلسطيني الآن أنتم تحتجون وتعارضون، يعني بحسب المثل العربي طول عمرك يا زبيبة كما يقولون، وأنتم يعني لا يرضيكم أي شيء، يعني إذا كان الدعم الأمريكي للفلسطيني الآن يزعج إسرائيل فهو دعم محرم، فهو دعم الإرهاب. أيادي خارجية، مال قطري واليسار المتأسلم في أمريكا، في عندك يسار هدول تبع المتحولين جنسيا، هدول المجانين اجتمعوا مع بعض ويحاولون تحرير فلسطين. نحن لا ما بيزعجون على المظاهرات، يزعجون الدولة والأمن الداخلي. نحن ما خصنا بالمظاهرات، خليهم يزحفوا على تل أبيب. طيب وصلت الفكرة دكتور إيدي. فقط هناك أيضا مظاهرات في تل أبيب وهي تطالب بإقالة نتنياهو وبإجراء انتخابات مبكرة. أستاذ نزار، يعني بالأمس ضيفي قال أن هذه المظاهرات مدعومة من قبل الإخوان المسلمين، ومن قبله قال حماس، والآن يا ضيف الآن يقول مدعومة من قطر، حتى الضيف بالأمس قال هي دولة خليجية تبدأ بحرف القاف، لم يتجرأ على ذكر اسمها بالأمس. اليوم الدكتور إيدي قالها بالمشرمحة، يعني قالها قطر هي من تدعم هذه التظاهرات. مين هو الجبان هذا؟ مين هو الجبان؟ سأحدثك بعد الحلقة. السؤال لي أنا ولا أسم محمد؟ لا لك يا أستاذ نزار. إذن أستاذ قطر محمد، السؤال لي أنا. قطر من تدعم هذه التظاهرات؟ نعم. فقط اسمح لي بعشر ثواني. والله ما دام في العمر بقية، وما دام الدم عربي وجواز السفر تونسي، يا إيدي كوين لا أخاف تهديداتكم، لا أنت ولا ألف 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 ألف. تجاوزنا هذه النقطة أستاذ نزار، في مكان في العالم. تجاوزنا هذه النقطة. والمقاومة أستاذ محمد هو هددني، والمقاومة ليست إرهاب، الإرهاب يا إيدي كوين هو الكيان الغاشم، هذا واحد على الحساب. نعم. اثنين، تتهمون قطر وأنتم لكم مكاتب في قاعدة العديد في قطر، تتهمون قطر وأنتم تريدون أن تذهبوا إلى قطر لتستعطفوا حلا مع السنوار، تسبون قطر وتريدون أموالها، تسبون قطر وتريدون أن تبيعون لها سلاح، ولكن انتهت قبتكم الحقيقية وكذبكم ومظلوميتكم. هذه الاحتجاجات في الجامعات إن كانت مدعومة من الإخوان، ما تفسيرك يا عريف يا أبو عريف لحضور فيها أساتذة فلسفة يهود من كل أصقاع العالم وهم ضد هذا الكيان الغاصب؟ على فكرة أنا أصدقائي يهود في كل العالم، بس أنا مشكلتي ومشكلتنا الآن كل العالم، طلبة ومحامين وأساتذة قانون وطلبة في ألمانيا، مع الكيان الصهيوني الغاشم الذي يريد أن يقيم دولة على عقيدة دينية صهيونية متوحشة جبنة. مشكلتنا معكم. لكن يا أستاذ نزار دكتور إيدي يقول، دكتور إيدي لو سمحت أستاذ نزار يقول يعني لتشتعل هذه التظاهرات الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا وفي باريس وفي برلين، ما يضيرنا نحن في إسرائيل، نحن نواصل عملنا العسكري في قطاع غزة ولن نقف يعني أمام هذه التظاهرات، يعني من يتأثر بهذه التظاهرات هي حكومات هذه الدول. ومرض ضيفك على الاستقالات الكبيرة من الحجم الثقيل في جيش الكيان، ومرض ضيفك على تلك التظاهرات التي تملأ شوارع إسرائيل، ومرض ضيفك على الصحافة العبرية اليوم التي تورط نتنياهو، ومرض ضيفك على الأموال التي
أصبحت طيب. مهددة بأن تصل إلى الكيان المتسول دعنا. طبعا دويلة إسرائيل المزعومة تعيش على التسول وإيدي كوان متسول دعنا أخذ الرد. في الكلام دعنا أخذ الرد. فما ردوا على هذه الاحتجاجات في الشوارع فما ردوا في الاحتجاجات في الشوارع يا سيد نزار. ما ردوا يا سيد على اليهود المشاركين في الصربون في باريس ما ردك يا دكتور إيدي؟ أول شيء كل شخص اللي بيعمل مظاهرات وتظاهرات مسموح، لكن أنا عم بسمع بالمظاهرات الموت لليهود، تحرير فلسطين ومن النهر للماء، هذا غير مقبول، وكمان شتم اليهود هذا حق تحرير فلسطين. لا أعتقد يهودي متعاطف سيشتم نفسه. واحد اثنين، نعم عندنا مظاهرات، نعم هناك معارضة، نحن مش دولة عربية فيها فقط موالات، والمعارضة موجودة مثلك بفرنسا وبلندن، نحن دولة ديمقراطية تسمح للمعارضة أن تسكن، سمعتني؟ نحن نسمح للمعارضة الإسرائيلية أن تسكن في إسرائيل، مش مثل العربية، الدول العربية المعارضة عندهم بكل دول العالم ويتم تجريمها وشيطنتها. أنت ما بتعرف شو يعني ديمقراطية، مشان هيك أنت متعجب يعني، خليني فهمك شوي يمكن تستوعب كلامي. ثالثا أنا ما رح أرد عليك. طيب. هناك سلطات فرنسية بتشوف تسمع كلامك بتقول إذا أنت عملت شيء تحريضي، أما هذا قانون الفرنسي أنا لا أعلم ما القانون الفرنسي. أما بالنسبة للمظاهرات هون عندنا، نعم في عندنا مظاهرات. يا دكتور إيدي أنت يعني أعطيتنا محاضرة في الديمقراطية وخلت نفسي الآن أمام المدينة الفاضلة، يعني تعتقلون كل من يكتب ضد أداء الجيش الإسرائيلي، وتعتقلون من يكتب على منصة الفيسبوك تعتقلونه سواء كان فلسطينيا أو إسرائيليا. أي ديمقراطية يا دكتور إيدي؟ يعني أنت على قناة روسيا اليوم، أنت لست في قناة إسرائيلية كي تعطينا القيم والأخلاق الديمقراطية. يعني الشرطة الإسرائيلية تعتقل من يحرض للإرهاب. فيك تسب نتنياهو وزير الخارجية، فيك تسب الشرطة، هذه مسبة ما بيعملوا لك شيء. وماذا سيحصل بي بعد ذلك؟ تسب شي مسؤول عربي في الدول العربية بيشوف شو بيصير فيه. إذا كتب فلسطيني شيء ضد إسرائيل، ماذا يحصل به دكتور إيدي؟ أجيبني على ذلك. حسب شو كتب. إذا شتم إسرائيل، كل يوم بيشتموا إسرائيل، ما في مشكلة، مسموح الشتم، بس لا يجب التحريض للإرهاب. التحريض للإرهاب وشو بيسموها تمجيد، مثل ما عمل ضيفك. نعم. أن يمجد الإرهاب عنا، هذه ضد الجريمة، ضد القانون. ما بعرف بباريس كيف يا دكتور إيدي، مقاومة الاحتلال كما يسميها الفلسطيني هي ليس موجهة. يا دكتور إيدي، مقاومة الاحتلال كما يسميها الفلسطيني ليست إرهاب يا إيدي كوين، ليست إرهابا كما يسميها. لو سمحت لي أستاذ نزار، والحديث عن الديمقراطية والديمقراطيات، يعني الولايات المتحدة الأمريكية واحدة الديمقراطية كما كانت تسمي نفسها، رأينا ما فعلته بالطلاب، وهم طلاب عزل، وحراك سلمي في ساحة الحرم الجامعي الذي يحرم الدخول عليه. لا لا لا، حراك سلمي. لا لا لا، حراك غير سلمي. سعود لا يا دكتور إيدي، لا هذا ما قلته هو، يعني مش سلمي الطرق. يمكن بعض الأحيان سلمي، بس في ضد القانون، اعتصامات، أغلاق الطرقات. دعني أخذ الرد دكتور أستاذ نزار، هذا حراك غير سلمي، هذا حراك له أهداف أكثر من السلم. طبعا لرجل يعيش في بلد فيه الديمقراطية معناها قتل الأطفال، والديمقراطية معناها قصف المستشفيات، والديمقراطية حرق الكنائس، والديمقراطية هدم المساجد، والديمقراطية تعذيب الناس عراة، والديمقراطية ملء السجون واعطاء رغيف واحد، طبعا سيعتقد بأن حراك القوى الحية الجامعية الطلابية التي ستصنع الحدث في سنة الإحراج الانتخابي الكبير جدا في 24 سنة 2024 في سنة الانتخابات الأوروبية، خلينا نحكي سياسة شوي، وفي السنة التي فيها هذه القوى يا سيدي تعبر عن دافع الضرائب اليوم وعن القوى الحية في هذه البلد، وهو الصوت الصامت جدا الآن داخل هذه المجتمعات، والذي فهم بأن الكيان الإسرائيلي كيان غاصب، وهو كيان يقتل الأطفال ويقتل النساء، ويورط الحكومات الغربية في ورطة كبيرة جدا أخلاقية وإنسانية واقتصادية.
لذلك هذا الحراك. ولكن يا استاذ نزار لم نرى الى غايه اللحظه اي تحرك، لم نرى الى غايه اللحظه اي تحرك من قبل القاده الاوروبيين او القاده السياسيين في اوروبا تجاه اسرائيل. يعني ماكرون صدعنا بالحديث عن الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه، متفق معك تماما، وبالنهايه لم يحصل شيء حبيبي، وبكلام مدلل يعني حبيبي، متفق معك نتنياهو، متفق معك يا حبيبي، ولكن أنت تعرف أن تغيير المعادلات لا يمكن أن يحدث إلا بتغيير عديد الإحداثيات. الإحداثيات تتغير سواء كانت في الجغرافيا أو في السياسة أو في الزمن والتوقيت السياسي. اليوم أصبحت ورقات الساحات المقاومة ورقات ضغط قوية جدا. الرد الإيراني إحداثية من الإحداثيات، تحرك الجامعات والجامعات إحداثية من الإحداثيات. اليوم أن يخرجون قطر من اللعب، وأنا لست مدافع على قطر وقناتكم تشهد على ذلك، وتعرف أنني لست إخواني ولست داعم للإرهاب، ولكن أنا داعم للحرية والديمقراطية والمقاومة.